قال عليه الصلاة والسلام: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ما قال مثل دبيب النمل، قال أخفى من دبيب النمل. بالله عندما يكون المرء جالس وتمر من جنبه نملة، أيشعر بهذا الدبيب؟ قال الشرك أخفى من دبيب النمل. هذا أيضا مما يوجب الخوف. قال: ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام أن يقولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذه دعوة عظيمة، احفظها وحافظ عليها، وأيضا اكسب الأجر، أهدها إلى زملائك وأصدقائك وجيرانك وقرابتك، كلما دعوا بهذه الدعوة نلت بذلك أجر الدلالة، فإن الدال على الخير كفاعله.